ينضم إلينا الآن من بغداد الخبير القانوني طارق حرب. سيد طارق، أهلا بك معنا. يعني استمعنا إلى كلام السيدة ذكرى وقالت أن المرأة الآن ده تستطيع، المرأة العراقية ده تستطيع يعني عبور التحديات الأمنية والاقتصادية، ولكن يمكن مثل ما نشوف بهذه الأيام المرشحين والمرشحات كلاهما يتعرض لهجمة تشهير. سيد طارق، برأيك بعيدا عن يعني ميثاق الشرف اللي وقع من قبل الكتل السياسية وضوابط اللي وضعتها المفوضية، هل بإمكان القضاء محاسبة ومعاقبة المشهر بالمرشحين أو أي شخص عراقي كما هذه الظاهرة اللي حاصلة مؤخرا ومنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ شكرا لك وشكرا لمشاهديك الكرام. اعتياد كل حملة انتخابية لابد أن تكون هنالك مزايا جليلة جميلة ومزايا رذيلة كما يقال، يعني من مزايا الفضيله اللي ظهرت عندنا مثلا ان الشيوعيين يتفقون يا الاسلاميين القائمه، او ان الاسلامي الحزب الاسلامي العراقي يدخل مع العلماني مع فخامه اياد علاوي، او ان النبره الطائفيه اللي كانت تسود الانتخابات السابقه تلاشت، او تقسيم العراق اللي كان ينادون به في الفترات الانتخابيه على اساس اقامه اقاليم، الظروف الامنيه الان تحققت شيء كبير ان الجميع يشارك قبل الناس تخاف، المقاطعات اللي تذكر هاي ما لها اساس نهائيا، كلام كما يقال، فهاي من الشيء الجميل الحاصل، لكن هنالك الشيء الرذيل اللي واحده من هذه اللي هو التسقيط الانتخابي، استخدام القذف والسباب احيانا للوصول الى اغراض انتخابيه، والمساله تكررت، يعني كانت ممكن تحصل شيء محدود، يعني حصلت سابقا مثلا بالنسبه للسيده سروى عبد الواحد، حصلت سابقا بالنسبه للسيده آلاء الطلباني، حصلت سابقا بالنسبه لسيدات كريمات، الان المساله اخذت بعد جديد، تحولت من المشروع الى اللامشروع، من الشرعي الى اللاشرعي، من القانون الدستوري الى اللا قانون، فضيله التعبير اللي كما يقال كرمنا بها الدستور جعلناها رذيله للتشهير بالاخرين. وهي كلها جرائم، سواء كانت هذه الجرائم جرائم واردة في قانون الانتخابات نفسه أو جرائم واردة في قانون العقود، قانون الانتخابات كما يعاقب على إلصاق الصور في الأماكن غير المحددة أو تمزيق الصور، يعاقب أيضا على كل من أذاع أو نشر أخبار من شأنها المساس بالآخرين وسمعتهم. ولكن سيد طارق، حتى هذه اللحظة لم نرى أي إجراء قانوني أو قضائي بحق أي مشهر، يعني على سبيل المثال القصة الحاصلة مؤخرا بحق المرشح انتظار الشمر، يعني لم نجد لحد الآن أي طرف قانوني تدخل في هذا الموضوع أو تم استدعاء من أظهر هذا الفيديو سواء كان صحيح أم غير صحيح، يعني لا يوجد هناك ملاحقة قضائية، ما السبب؟ السبب الامر التالي، انا من الصعوبه مكان الوصول الى من قدم هاي، يعني الجريمه واضحه، جريمه يعني بينه تنطبق واحكام قانون العقوبات 433 434 سباب وقذف الاخرين، لا جريمه تنطبق واحكام، لانه كيف لنا ان لنا ان نصل الى من ارتكب هذا الفعل؟ قد يكون مدفوع من قبل أنظمة قوائم انتخابية أخرى، وقد يكون لأغراض سياسية، وقد يكون لأغراض أخرى. العجيب يعني أن ما حصل كما يقال لو الطبقي على النظام القانوني العراقي مسألة أخرى، يعني الزنا في بموجب القانون العقوبات العراقي قانون صلح المسلمين بالمادة 3 يقول أنه لا يجوز تحريك دعوى الزنا إلا بناء على شكوى من الزوج. الوضعية التي حصلت ما أثير، ما اتخذ من إجراءات سواء بالنسبة للتأثير على العائلة، تأثير على كيانها هي كأستاذة جامعية، على أبنائها، على أحفادها، على من قال أن هذه هي المسألة حقيقية؟ وكما هو معلوم أن يعني العلم التقنية توصلت إلى أمور يعني خارقة للعقل، ممكن أي شيء يقدموه بشكل آخر، يعني أمثال كثيرة، لكن بحد ذاته مجرد وضع مثل هذا الفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك بس اتخذت اجراءات بحق سيد طارق، يعني يمكن هناك معلومات على انه وزاره التعليم العالي قامت بايقافها لحد انتهاء يعني التحقيقات، وايضا يمكن تم ايقافها عن الترشيح في قائمه النصر او هي انسحبت، لا اعلم يعني ايهما ادق
باختصار لو سمحت. والله نعم نحو ما لكن إلى الآن ما تؤكد رسميا أذيعت هذه الأخبار، لا بل حتى أذيعت أخبار قبل يوم أو يومين أنها انتحرت، والمسألة خلاف ذلك، لا زالت حياة ترزق. يعني قبل ساعات انا كنت في اتصال معها اقول ان الامر يعني لا بد يعني بما انه كنت على اتصال معها ما زالت مرشحه عن ائتلاف النصر؟ ما مرشحه نعم لم تقدم انسحابا، لكن الذي يبدو لي ان صدرت اشاعه او صدرت كما يقال أقوال تقول أن ائتلاف النصر أو تحالف النصر قد قرر فصلها عن عضوية القائمة الانتخابية الخاصة به، أو أن كما تفضلت أن معالي وزير التعليم العالي قد أصدر أمرا بتجميدها بإيقاف العمل معها برفع يدها عن الوظيفة، وهذه أمور كما هو معلوم خاصة يوم جمعة ما تصدر هاي ولا الخميس وراء الدوام، الأصل أن تصدر بأيام الدوام الاعتيادي، والأصل أن يتوفر شيء من الجدية من الحقيقية في الموضوع لكي يمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات. واضح، أشكر حضورك معنا مباشرة من بغداد الخبير القانوني طارق حرب، شكرا جزيلا لك.